لا أنا بس يمكن في ناس مشاهدين أعتقد أنه يمكن ما عندهم الفكرة عن الاختبار الأول. أخت كاثرين شهوان هي من منطقة بيت جالة من بيت لحم، شاركت اختبارها من عدة أشهر. الأخت كاثرين مريضة بالسرطان، لكن الشيء اللي شجعني باختبارها أنه عندها أمل، عندها رجاء، عندها قوة داخلية، عندها فرح، عندها سلام. بس حتى نشارك المشاهدين يمكن اللي بشوفونا لأول مرة اليوم، رح ناخذ كمان مقطع من اختبار كاثرين من المرة اللي فاتت حتى نشوف الصورة بشكل أوضح، وبعدين رح أوجه لك الأسئلة يا أخت كاثرين. خلينا نشاهد هذا الفيديو القصير. في هاي الفترة كان عندي ألم في رجلي كبير 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 كبير، بس في الآخر وصلت المستشفى، عملت العملية الأولى، شالوا لي الورم وكل شيء كان ممتاز، كان كانسر فري. لكن بعد فترة كان لازم أعمل إشعاع كنوع من الوقاية للرجل. في الجلسة 20 لازم 33 جلسة، بلشت تصير مضاعفات في الرجل، بلشت الرجل تنحرق، طلعت ريحة من رجلي. كنت أتأسف للناس لما يجي يزوروني أقول لهم متأسفة من الريحة اللي طالعة من إجري، ماتت رجلي قبل ما أنا أموت. بالآخر قالوا لي إحنا منا نحاول نعالجك في الدود. شو الدود؟ إشي اسمه ماجوت ثيرابي، علاج الدود. هذا الدود بوضعوه على الرجل، بيكون شعيرات يوكل، يعني يوكل اللحم الميت، لأنه كان ميت كتير لحم في الإجر من الراديشن، فكان ميت. فهذا الدود بوكل بس اللحم الميت. أنا اختبرت أنه أكل إجري الدود وأنا عايشة. خلوه 48 ساعة على إجري، فكوه لقيت نص إجري مأكولة. فحسيت قديش الجسد إشي فاني، هالقد الجسد في خلال 48 ساعة راحت الإجر أكلها الدود، ونفس نوع الدود اللي بكلنا وإحنا ميتين هم اللي حطوا لي. يوم من الأيام كانوا ناسين فتحة وطلع الدود كله على جسمي. حسيت إنه أنا بتاكل حقيقي، كأني في قبر وقاعدة بتاكل. قد ما يكون الإنسان غني فقير، راح يوم من الأيام الدود يأكلنا. حسيت إنه فعلا في جزء تاني في الإنسان أهم كتير من الجسد اللي هي الروح، الروح الأبدية اللي راح تستمر للأبد. نفس الإنسان لها قيمة عظيمة طبعا في نظر الرب.